الآن أصبح لحاويات الشحن القديمة المعاد تصميمها استخدام جديد ومستدام، حيث يقدم بوكسيارد لزواره العديد من الخيارات المتنوعة، ومن بينها مجموعة كبيرة من أشهى النكهات المحلية والعالمية وتجارب الطعام المتميزة في المطاعم، بالإضافة إلى مفهوم جديد للمتاجر والتسوق ومساحات نابضة بالحياة في الهواء الطلق. تعكس بوكسيارد مفهوم الجمع بين الحاويات التي تستخدم في شحن البضائع والمنطقة أو المساحة، حيث تم إعادة تصميم تلك الحاويات بطرق فنية لتكون ملائمة في شكلها، مثل كافيهات بألوان زاهية وفريدة من نوعها في إمارة الفجيرة. أصبحت هذه المنطقة تجتذب عدداً كبيراً من الزبائن، حيث تلبي الطلبات لأصحاب السيارات أو للراغبين في الجلوس داخل المطاعم، ولتصميمها المميز أصبحت مقصداً للكثير من الزوار. تم الانتهاء من الدراسات والمخططات الخاصة للمرحلة الثانية من مشروع بوكسيارد، وتم تقديمها للجهات المعنية للحصول على الموافقات على أن تنفذ في العام 2021، وهو عبارة عن توسعة لسلسلة كافيهات البوكسيارد على كورنيش الفجيرة بتصاميم ومساحات مختلفة، وستكون المرحلة الثالثة للمشروع هي الانتشار على مستوى الدولة.